حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رضغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره ان ينادي الصلاه في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمه